بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي مشجع الافريقي. لو سمحت الفيديو عدى عليك اعمل لنا لايك وسبسكرايب، عايزين نوصل 100,000 وربنا يستر على الفيديوهات دي، لانك بصراحه يا صديقي بالمواقف اللي بتاخدها دي بتكبر الواحد ان هو يطلع يتكلم، حتى لو الحاجات دي هتقفل لنا ام القناه. هتقول لي ليه يا اسطى، ما احنا لمؤاخذه الموضوع مش مستاهل، تعرفش اللي فيها والله. من ساعه ما اتكلمنا على تفوهات الافريقي والريتش بتاع القناه مات وما رجعش. التفاعل بتاعتك كلها سياسيه، والتفاعل بتاعتك كلها رسائل واضحه، وبصراحه الرساله كانت عظيمه جدا المره دي. البدايه كانت الرساله كانت عظيمه جدا المره دي. انا عايز اقول لك حاجه، انا نزلت بوست اصلا كنت بعزي فيه في اسماعيل هنايا الله يرحمه، فيسبوك مسحه. ده بجد والله يا جدع. كنت بقول تتقابل انت وعيلتك في الجنه ان شاء الله، الفيسبوك مسحه وقال لك ان انت لو عاوز ذاكره تتعاطف مع جماعه ارهابيه. يا ولد اللذين يا ولد، يا الراجل تم اختياره في الاخر هو اللي بقى جماعه ارهابيه. لا اله الا الله. المهم حلو التيفو، حلو التيفو. الجمهور الافريقي دايما بيصنع الحدث، عنده مواقف واضحه ومواقف ثابته. هتقول لي اخي انتوا مصريين مطبعين، اخي انت مالك، انت مالك في حوار المصريين مطبعين ده؟ معلش يعني انت تعرف حاجه عن الشعب وتعرف حاجه عن موقف الشعب؟ طب بقعد على جنب بالله عليك، عشان المصريين اصلا رايحين في داهيه في القصه الحمضانه دي. اكتر شعب بيتزايد عليهم من المصريين في القصه دي، اكتر ناس بيتزايد علينا، واي حد معدي في الشارع بيزايد علينا بالقصه دي، مع ان احنا برضو زيك. هتقول لي امال ما بتعملوش اتفاقات ليه؟ علشان ما فيش جمهور اصلا عنده شغف ان هو يحضر المدرجات، وعلشان جمهور كره القدم الحقيقي اصلا ما بقاش موجود، لان الروابط عندنا في مصر اتلغت واتحظرت وبقت جماعات ارهابيه. حوار كبير كده يا صديقي. المهم يعني ان تاني وتالت ورابع الجمهور الافريقي دايما بيعرف ان هو يعمل الحدث، ودايما بيقدر ان هو يخطف الكاميرا بالعظمه اللي بيعملها دي. وبصراحه احتيفه محترم جدا 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 من قبل مشجعين فريق الافريقي. 10 رجاله ومبروك على الفوز وتصدر.